روح لنادي بيراميدز اللي قررت اداره النادي اعاره البيروفي كريستيانو بينافينتي لاعب وسط الفريق الى نادي نانتي الفرنسي حتى نهايه الموسم المقبل. وخضع بينافينتي الى الكشف الطبي صباح اليوم التابع لنادي الفرنسي واجتاز الاختبار بنجاح ليبدا فتره الاعداد الرسميه مع فريقه لخوض منافسات الدوري الفرنسي. ولاعب بينافينتي صاحب ال 25 عام والمولود في مدريد لاعب اسباني وام بيروفيه بين صفوف فريق لريال مدريد الاسباني خلال الفتره ما بين 2011 الى 2015. واضافت التقارير الصحفيه كمان الفرنسيه ان عقد اللاعب يتواجد به بند البيع بشكل نهائي مقابل 5 مليون يورو في حال رغب النادي الظفر بخدماته نهائيا. واستغنت إدارة نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن 10 لاعبين دفعة واحدة بعدما انتقل محمد مجدي أفشة إلى صفوف النادي الأهلي وبعدما قضى موسم واحد داخل النادي قادما من نادي إنبي. وقبله انتقال كينو إلى صفوف الجديرة الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وانتقل الثنائي مهند لاشين وناصر منسي إلى صفوف طلائع الجيش فيما انتقل شريف دابو إلى صفوف نادي إنبي والنيجيري إكوشوكو إلى صفوف بشك شهير التركي. والمهاجم الدولي السوري عمر خربين إلى الهلال السعودي بعد انتهاء أعارته مع بيراميدز. بينما انتقل المدافع السوري عمر الميداني إلى صفوف الكويت الكويتي ومحمد رزق إلى صفوف نادي إنبي.